صباح الخير اختي سناء. اهلا بيك. صحيحه لاباس؟ بارك الله فيك سينا مزيانه الحمد لله. العائله دكتور عماد الهلالي بخير اختي من كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. مرحبا. شنو سؤالك؟ حنا في الخدمه. اختي سناء عندي سؤال وعندي استشاره اذا كان. على راسنا وعينينا. بالنسبه للاستشاره انا عندي فقر الدم وكنت عالجت منه ورجع فقر الدم. شحال دلوقت عالجتي عليه؟ نعم اختي. شحال دلوقت عالجتي على فقر الدم؟ 6 شهور. 6 شهور وكملتي الدواء يعني تبعتي العلاج كيف نصحوك به الاطباء؟ كنت كملت الدواء وليت عاودت الخزان وداك الشيء كان الامور مزيان عادي. نعم. دابا ولات عندي نفس الاعراض اللي كانت عندي من قبل كنحس. والتغذيه ديالك كيف عامله وفاء؟ نعم. التغذيه ديالك؟ عندي مشكل ديال التغذيه اختي سناء. عندي مشكل ديال التغذيه. يعني كنحاول. انت عارفه شنو السبب؟ عارفه السبب. كنحاول ندير تغذيه متوازنه وداك الشيء ولكن يعني ماشي دائما كتكون يعني كنكون ملتزمه بداك الشيء المطلوب. انا عارفه مشكل ديال التغذيه. قالوا لي نعمل حفنه ديال الزيت ونطحنه مع كاس كبير بالماء ونشربه قبل الفطور وقبل ما ننعس. هذا بالنسبه لفقر الدم. وعندي مشكل ديال التونسيو كيكون عندي طايح. ايه التونسيو طايح. قالوا لي نعمل واحد الوصفه ديال 50 غرام ديال حب الرشاد مع 50 غرام ديال الحلبه و50 غرام ديال الحبه السوداء و30 غرام ديال القرفه نخلطهم مع كاس العسل وكاس ديال زيت البلديه وناخذ منهم معلقه عاود قبل الفطور ومعلقه قبل ما ننعس. انا طبعا قبل ما نعمل هذه الوصفه حبيت نستشر مع الدكتور عماد اذا برافو كان عليك. واش برافو. واش ينفعوني ولا لا؟ غادي نبداو بهذه الوصفه. هذه عندنا شكون اللي ينصحك بها؟ ناس كتعرفيهم شفتيها في انترنت؟ اشخاص كنعرف. لا اشخاص وصافي قالوا لي هما مجربينها وكذا يعني جربيها لان قال لك الدواء دائما جرب عاود هذا الجانب الدواء صافي. واخا غادي انا خايفه لان قلت لك عندي المشكل ديال اكيد بعض المرات كيكون عندي طايح. اكيد وفاء نسمعوا الدكتور عماد. دكتور عماد هذه الوصفه يعني انا غير بالعقل كنقول هذه وصفه خطيره قنبله. هذه فيها القرفه فيها حب الرشاد فيها شنو قالت اخو العسل وزيت الزيتون. لا وكاين في الاعشاب الحبه السوداء. الحبه السوداء نعم. والحلبه هذه اللي فلتت لي. نعم. واش هذه الخلطه هذه فعلا تليق للناس اللي عندهم انخفاض الضغط الدموي؟ واش فيها منفعه او لا؟ فهنا الخلطه اللي خدينا فيها غير حب الرشاد والقرفه اذا وخدينا الحلبه يعني غير لا تريغوني اللي عندنا في الحلبه والسينما اللي عندنا في القرفه هما جوج ديال المواد اللي كيسرعوا الدوره الدمويه. هضرنا على تسريع الدوره الدمويه اش كيولي؟ كتولي الدم كيجري بواحد الصبيب كبير اذا الطونسيون كيطلع اكثر من القياس. العريقات اللي كيكون عندنا في الدماغ ديالنا كاينين واحد العريقات اللي ما كيتحملوش هذا الصبيب الكبير هذا ديال الدم كيمكن يطرطقوا. إذن هنا إلا طرطقوا لنا العريقات ديال الدماغ لا قدر الله كيمكن يا إما الخفيف اللي هو الشلل. نعم. أنك يمكن تعطينا واحد الشلل نصفي واللي خايبة أن الإنسان كيمكن يوصل لحالات الوفاة. هذه من جهة. من جهة أخرى حبة السوداء اللي كتبقى بين قوسين لأن واش هي الشانوج ولا هي الحبة السوداء كيف حيت هما كيكون خلط في الوصفات فهذه وصفة نتجنبوها نهائيا. إلا عندنا المشاكل خصنا نمشيو الامور اللي ما تضرش بالصحه ديالنا. فبعد اللي كنقول للاخت انها واش دارت التحاليل خصها تمشي بعدا دير التحاليل حيت ماشي غير جاوني واحد الاعراض صافي راه فيها فقر الدم. لا ما يمكنش ان التحاليل هي اللي كتبين واش فقر الدم كاين ولا ما كاينش لان التونسيون غير هو بوحدو الى طاح كيمكن يعطينا هاد الاعراض ديال فقر الدم. الانسان كيحس براسو سخفان كيحس براسو انه بحال ما كيسمعش اللي موراه كيحس براسو ان التركيز ديالو نقص. اذا هذا الشيء كامل كيمكن يكونوا نفس الاعراض. اذا النصيحه اللي كنصحك اختي انك تمشي بعدا عند الطبيب وديري التحليله ديالك تشوفي بعدا فقر الدم واش هو هذاك يعني او عفوا النسبه ديال الحديد في الدم او ديك لافيغيتي اللي عندك في الدم ديالك هي هذيك. نعم. عاد ديك الساعه يمكن لك تحكمي ولا كانت ناقصه فالطبيب غيعاود يعطيك الدواء ان شاء الله والامور غادي تولي بخير ونتجنبوا هذه الوصفات ونتجنبوا بحال هذا النوع ديال الوصفات. اذا لا تمال لهذه الوصفه اللي تكلمتي عليها وفاء غير صالحه نهائيا. بالنسبه لفقر الدم هي واعيه انه السبب هو التغذيه. التغذيه شنو اللي الا نقص فيها كيعطينا هذا فقر الدم؟ اذا شنو اللي خاص يكون ضروري في التغذيه للناس اللي عندهم فقر الدم؟ اكيد فالتغذيه اللي نقصات هي نقص التوازن يعني الكيفيه ديال التغذيه. كما دائما كنقول يعني المعلومه اللي كنقولها دائما ان طبق التغذيه ديالنا يكون فيه الوان قوس قزح جميع الالوان 7 ديال الالوان قوس قزح لان كل لون فيه ماده مغذيه وماده
مفيده. الماء بزاف، نحاولوا نشربوا الماء اكثر، لان كل ما شربتوا الماء كل ما الميكانيزمات اللي كتكون عندكم في الداس ديالكم كتخدم مزيان، الداس كتصفى وحتى الشهيه كترفع. نعم. ما تنساوش ان بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الشهيه قليله، فكل ما شربتوا الماء كل ما الشهيه ديالكم كتزيد وكتعاون يعني باش تحافظوا على راسكم من المشكل ديال فقر الدم. وفقر الدم نعاودوا نذكروا بالوصفه ديال العدس محمص. نعم. يتطحن ويلي على شكل بودرة، وتقى السيدة تشربو معلقة كبيرة في الصباح، أو ممكن تشربيه مثلا مع الحليب أو ديريه في كأس ياغورت، باش إن شاء الله غادي يعطيك نتيجة. هذا بجربوه الناس، وكانت نصحت لنا به دكتورة سناء العيناني المختصة في الحمية والتغذية، وكذلك دكتور عماد اللي أشاد كتير بهذه الوصفة هذه للناس اللي عندهم فقر الدم.